screening of small bowel neoplasm. Tumors of the small bowel present a unique challenge to the clinician across the medical specialty, despite the fact that the small bowel represents approximately 75% من total length of the GI, 6 ل 7 متر تقريبا, أو أكثر من 90% من mucosal surface, in spite of anatomical location, the small bowel between two regions of high risk cancer, ما بين الاستومك وما بين الكولون, small bowel cancer rarely develops malignant tumor. Small bowel neoplasms are rare, accounting for 0.5% of all cancer, and fewer than 2% of all GI malignancy originating from the small bowel. The frequency of small bowel tumor بتقل from proximal to distal, بمعنى ان الفريكونسي بتبقى زياده في الديودينم وبعد كده الجيجينم واكتر ويقل في الاليوم. The diagnosis is a challenge owing to the diagnosis of small bowel tumor is a challenge because it is a rare occurrence, because it is non-specific clinical manifestation and low index of clinical suspicion. واحنا هنا النهارده عشان نخليه high index of clinical suspicion and failure to order appropriate diagnostic tests. الدايجنوزيس از تشالنج بيكوز ات از رير. ليه هو رير؟ علشان السمول باول ليها يونيك مايكرو انفايرمنت, سيفرال ثيوري بيزد على اليونيك مايكرو انفايرمنت, وعشان كده السمول باول نيوبلازم از فيري رير. اليونيك مايكرو انفايرمنت ده الليكويد كونتنت اوف ذا سمول باول, وده بيقلل الميكوزال اريتيشن ذان ذا مور سوليد كونتنت اوف ذا كولون. الرابيد ترانزيت تايم اوف ذا سمول باول بي بروفايد شورتر اكسبوجر اوف اتس ميكوزا تو ذا كارسينوجين. برضه من اليونيك مايكرو انفايرمنت اللور بكتيريال لود في السمول باول, وده بيقلل الكونفرجن اوف ذا بايل اسيتس انتو بوتنشال كارسينوجينز باي انيروبيك مايكرو اورجانيزم. البنزوبايرين ودي كارسينوجين موجوده في فاريوس فود بتكونفرت تو ليس توكسيك ميتابولايت بالبنزوبايرين هيدروكسيليز, وده موجود باعلى نسب في السمول باول عن الاستومك وعن الكولون. برضه من ضمن اليونيك انفايرمنت مايكرو انفايرمنت اوف ذا سمول باول ايه الانكريز ليمفويد تيشو with high level of immunoglobulin A expression in the small bowel which may be protective. بس هي الحقيقه سلاح ذو حدين, الليمفاتكس بتمشي through الفيلاي near the luminal surface, فبالتالي الانفيجن اوف ذا ميكوزال تيومر into these lymphatic may account for this tendency of early metastasis. قلنا ان الدايجنوزيس رير علشان المايكرو انفايرمنت. اللي نون سبيسيفيك كلينيكال مانيفستيشن اللي بيتعب كل دكاتره الجهاز الهضمي, لان هي بتيجي ممكن تبقى كلينيكالي سايلنت فور ا لونج بيريود, نيرلي هاف ار فاوند انسيدنتلي ديورينج سيرجري اور ايمج بيرفورمد فور اني اذر ريزونز. مينلي بتبقى ابدومينال بين انترميتنت وكرامبي, اوبسكيور جي اي بليدنج, اوفر جي اي بليدنج, ممكن تيجي باوبستراكشن, نوزيا وفوميتنج ويت لوس, او اوبستراكتيف جوندس لو كانت ديودينال سمول باول كانسر. يوجوالي سيجنيفيكانت لي ان ذا دايجنوز من 6 ل 18 شهر من اول البرزنتيشن لغايه الدايجنوزس. اللو اندكس اوف كلينيكال سسبشن, لازم نبقى عارفين كويس قوي ايه هو الريسك فاكتور فور مالجنت سمول باول نيوبلازم. الدايت الهاي فات والسولتي فود والسموكت كيورد فود والريد ميت والريفايند شوجر والالكول, الكرونيك انفلاميشن, الكرونز والسيليك والاتش اي في, الانهيريتد سندرومز, الهيريديتري نون بوليبوزس كولوريكتال كانسر, والفاب والبودز شيجر سندروم, والمالتيبل اندوكراين نيوبليزيا تايب 1. في فرايتي اوف تيومر حوالي 40 ديفرنت هيستولوجيك سب تايبس اوف بوست بناين اند مالجنانت سمول باول تيومر. البناين رير, والحمد لله ان البرايمري مالجنانت تيومر ار فيري رير, اقل من المالجنانت كمان. البناين زي اليومايوما, ادينوما, فيبروما, ليبوما, برونرز هامرتوما, هيمانجيوما, ونودولار ليمفويد هايبربليزيا. ان حضراتكم تقريبا كلكم اندوسكوبيست, دايما لما بندخل في الاليوم في الاليوكولونوسكوبي بنلاقي المنظر ده. فالانتستاينال نودول ليمفويد هايبربليزيا دايما بناخد منها مالتيبل بايوبسي, وهي كاركترايزد باي مالتيبل لارج ليمفويد فوليكل جيفز ابييرنس اوف سب ميكوزال ماسز. يوجوالي بتبقى اسيمتوماتيك, ساعات بتعمل دايريا مال ابسوربشن, ريرلي انت سسبشن. في معظم الاي جي اي ديفيشنسي بتبقى موجوده, وبتبقى موجوده في الاليال والديستال جوجينم. مايل ديجري اوف نودول ليمفويد هايبربليزيا اوف نو كلينيكال سيجنيفيكانس, بس ساعات بتبقى معاها او ماي بريسيج
the development of small intestinal lymphoma. وعشان كده بناخد لازم ناخد منها بايوبسي. المالجنت الادينوكارسينوما والليمفوما والليومايوساركوما والجست والساركوما والامبولاري ادينوكارسينوما. النيورو اندوكراينال تيومر وعلى راسها الكارسينويد واخواتها, وفي الكونديشنز اسوسييتد ويز ذا سمول باول تيومر. السيلياك الليمفوما بتبقى معاه اكتر من الادينوكارسينوما. الكرونز 75% من السمول باول كانسر في حالات الكرونز بتبقى موجوده في الإيليوم. الاتش اي في وساعات بيبقى فيه ميتاستاتيك سمول باول تيومر, بتبقى غالبا من حاجه من الثلاثه, اما مالجنت ميلانوما يا برونكوجينيك كارسينوما او كانسر بريست. كمان الهيريتابل كانسر سيندرومز ار اسوشيتد وذ ادينوكارسينوما اوف بوست لارج اند سمول باول, اللي هم ايه الهيريديتري كورليكتر كانسر سيندرومز, الانهيريتد بوليبوزس سيندروم, الفاب والبود شوجر سيندروم, اللينش سيندروم او الهيريديتري نون بوليبوزس كولوريكتال كانسر, كونستيتيوشنال ميس ماتش ريبير ديفيشنسي. هتكلم بس عن كل حاجه كلمتين لان الريسك اوف ادينوكارسينوما بيزيد قوي مع الهيريديتري, وده اهم حاجه في السكريننج. الفاب بتبقى اوتوزومال دوميننت, و80% من البيشنت بتوع الفاب بيبقى معاهم سمول باول ادينوما. البريزنتيشن او كومنلي في اليونج بيشنت الادينوميتس بوليبس ار موست كومنلي ان ذا بيري امبولري ريجن, وبعد كده ريرلي بتبقى في الجيجنم. البودز شوجر سيندروم اوتوزومال دوميننت انهيريتد كونديشن, اللي بيميز الهامرتوميتس بوليب بتاعه البودز شوجر انها عباره عن سموس ماسل كفرد ويز نورمال ميكوزا, مينلي بتبقى في الجيجنم وبيبقى معاها ميكوكوتينيوس بيري اورال اند جينيتال ميلانين بيجمنتيشن, انكريز ريسك اوف انتستينال ادينوكارسينوما. الجاردنر سيندروم ده تايب من الفاب, بيبقى مينلي في الديودينم وبيبريديسبوز للديفلوبمنت اوف ديزمويد تيومر, ويبقى واحد للمليون وكاونتلس بوليب, ميبي كمان بوليب في السيريبيلم. الهيريديتري نون بوليبوزس كولوريكتال كانسر او اللينش سيندروم ده انهيريتد كونديشن بيأفكت الانديفيديوال ات ريسك اوف كولوريكتال كانسر اند فور سيفرال اكسترا كولونيك كانسر انكلودنج الادينوكارسينوما اوف سمول باول اند اندوميتريوم, ريسبونسبل فور ابروكسيميتلي من 5 ل 10 اوف سمول باول ادينوكارسينوما, من 5 ل 10%. ال distribution of histologic types of small bowel malignancy changing. في الثمانينات كانت الادينوكارسينوما هي اللي واخده الابر هاند, وبعد كده الكارسينويد, وبعد كده الليمفوما والساركوما. من اول الالفينات الحقيقه الكارسينويد ابتدى الدايجنوزز بتاعها يزيد. في 2005 بقى 44%, الادينوكارسينوما دلوقتي 33%, والجست والليمفوما ريميند essentially stable 17 و8% respectively. كل نوع بيبقى ليه سبيشال بريدليكشن في حته بيحبها, الادينوكارسينوما في الديودينم, الكارسينويد في الإيليوم, الساركوما والليمفوما كان ديفلوب ثرو اوت ذا انتاير سمول باول. ايه النيورو اندوكراينال نيوبلازم؟ دولت في الاول ديسكرايبد كارسينويد في سنه 1907, وهي الحقيقه فاميلي اوف هيتروجينس تيومر ويتش رينج فروم ويل ديفرنشيتد نيورو اندوكراينال تو بورلي ديفرنشيتد اللي هي نكس. النيورو اندوكراينال نيوبلازم ممكن تبقى بتطلع من ديفيوز اندوكراينال سيستم and therefore can be found throughout the body, but they most commonly occur in the GI with a big instance around 5th and 6th decades of life. commonly بيبقى في الإليم في آخر 60 سنتي من الإليم, more common in male, والإندولنت growth الجروس البطيء بتاعها بيخليها asymptomatic we presented incidentally أو بobstruction. النانز كان بي اما فانكشنال او نون فانكشنال. الفانكشنال بتطلع سبيسيفيك هرمون زي السيروتونين والفازو اكتيف انتستينال بيبتايد والانسولين والجاسترين اند سو اون. النيورو اندوكراينال تيومر كلاسيفيكيشن فيه الويل ديفرنشيتد, وهم بيعتبروها جريد 1 وبناين, او المودريتلي ديفرنشيتد جريد 2, او البورلي ديفرنشيتد اللي هي النيورو اندوكراينال كارسينوما جريد 3. النيورو اندوكراينال تيومر بتطلع بايو ماركرز سيكريتوري برودكتس, النيورو اندوكراينال سيل نفسها وسيكريتوري برودكتس وسيركيوليتنج تيومر سيل ماسنجر ار ان اي والمايكروزومال ار ان اي والسيركيوليتنج تيومر دي ان اي. البايو ماركرز اللي بستخدمها علشان اعمل لها دايجنوزس, في مونو الالايت بايو ماركر او
مالتي انالايت بايو ماركرز. المونو انالايت دي البايو ماركرز القديمه سبيسيفيك تو وان تايب، واحنا قلنا هي مالتيبل هيتروجينيسيتي ومالتي اكتر من 40 سب تايبس. المونو انالايت كانوت ديفاين البروفيليشن ولا الفاريانس ولا الميتابوليك اكتيفيتي ولا كانوت ديفاين الانفيزيف بوتنشال ولا الميتاستاتيك بروبنسيتي. المونو انالايت زي الكاج اي كروموجرانين A وكروموجرانين B والفايف هندول أسيتك أسيد، وده بيتعمل يا إما في اليورين يا إما في البلاد، والبنكريوستاتين، ودي حاجات كلها قديمة. نيوروكاينين A and نيوروسبيسيفيك إنوليز اللي واخد شهرة اللي هو الكروموجرانين A والفايف هيدروكسي هندول أسيتك أسيد. الترديشنال مونو أنالايت باي ماركر have variable sensitivity and specificity in diagnosis في الفاريوس نتس mainly due to high heterogeneity of these tumor. المالتي انالايت الجديده دي حاجات جينيتك ستادي ايدنتيفاي مالتيبل جينوميك المسنجر ار ان اي والمايكروزومال ار ان اي والسيل تيومر دي ان اي، وكان ديفاين البروفيليشن والميتابوليك اكتيفيتي والانفيزيف بوتنشال والميتاستاتيك بروبنسيتي. المالتي انالايت اللي هم النت تست والسيركيوليتنج تيومر سيلز والمايكرو ار ان اي والسيركيوليتنج تيومر دي ان اي، اللي الكلام عليه اللي هو النت تيست البلاد ماسنجر ار ان اي بيزد نت بايوماركر. ده نوفل مالتي انالايت بايوماركر عباره عن بي سي ار بيانالايز 51 ديفرنت نت ترانسكريبت. سو ات واز بيزد اون ذا ايدنتيفيكيشن اوف ذا انديفيديوال جينز فروم ذا تيومر سيلز اند ذا وول بلاد سامبلز فروم ذا بيشنت ويز نتس. الدياجنوزيس اكريس بتاعه 95%، ولو في حتى كومبليكيشن زي ميزنتريك فايبروزيس الدياجنوزيس اكريس بتاعه 100%. النت تيست كان اكوريتلي ديفرنشيت بين الستيبل والبروجريسيف ديزيز اند ريسبونس تو تريتمنت. المشكله الوحيده هي في الكوست بتاعه ريمين ا كونسرن. 5000 دولار ده من سنتين، يعني دي اخر حاجه لقيتها. ده خمس هو مش موجود الحقيقه، بس هو حاجه يعني فيري ريسنت. ان هو بيعمل 51 جينيتك ستادي. الدايجنوزيس احنا اتكلمنا ان هو تشالنج علشان الرير اوكانس اوف سمول باول النون سبيسيفيك كلينيكال مانيفيستاشن واللو اندكس اوف كلينيكال سسبشن والفيلير تو اوردر بروبري دايجنوزيس. المفروض ان احنا لما نلاقي سمول باول كانسر الدياجنوزس ديفيكلت بيكوز اوف ذا لينث اوف سمول باول 6 7 متر وليميتيشن اوف دياجنوستيك تول. السمول انتستين نتس ار سسبكتد اف وين سسبكتد الكومباينيشن اوف ايمجينج اند بايوماركرز كان بوينت توورد ذا دياجنوزس. ذير از نو تيومر ماركرز ذات ار سفيشنتلي سنسيتيف اور سبيسيفيك فور دياجنوزس اوف ا سمول باول تيومر. There is no single method that is the best for imaging of the small bowel in patients with suspected small bowel tumor. The choices are يا إما invasive زي الانتيروكلايسيس. الانتيروكلايسيس ده في كلام كتير عليه في الليتريتشر، عبارة عن نيزو جاستريك تيوب بنركبها للعيان وبنحقن ميثايل سيلولوز. الممرضة بتحقن ميثايل سيلولوز فبتعمل بوش وكل الوول بتاعت السمول انتستين بتتفرد بنفس السايز وبنفس يعني بيبقى يونيكلي ديستندد وبيعرفوا يفحصوه. الانتيروكولايسز الكلام عليه ان هو احسن من السيتي والام ار انتروجرافي، بس ما حدش بيعمله عشان هو انفيزيف. وبيقولوا ان هو لو اتعمل دكاتره الاشعه بيبقى اغلى منها، علشان هو بيحتاج دلوقتي بيركبوا النيزو جوجينال دي ممكن بالمنظار يعني. سي تي انتروجرافي والام ار انتروجرافي ار ذا بيست نون انفيزيف ايمجينج تكنيكس فور دايجنوزيس اند ايفالويتنج وستيجنج السمول باول نيوبلازم. الفيديو كابسول اندوسكوبي والانتروسكوبي دونت بروفايد ماتش انفورميشن اباوت الاكسترا ليومينال انفولفمنت. ودي فيديو كابسول اندوسكوبي فيها مالجنانت تيومر اوف سمول باول اللي عند الساعه 9 واللي عند الساعه 5، واخر صوره في سي فيها بليدنج. الفيديو كابسول اندوسكوبي مشكلتها انها ممكن تبقى ديسلوجيت في السمول باول لو في لارج تيومر سايز، والحاله دي كان في جوجينال ماس وعامله اوبستراكشن، والفيديو كابسول اندوسكوبي هي اللي شخصتها وبس هي حصل لها لوجيت في السمول باول. عملنا السي تي انتروجرافي الفيديو كابسول لوجيت في الجوجينا with no evidence CT signs of the tumor infiltration.
ولما بير اوبراتيف فيو اوف انفلتريشن اوف ذا ديودينم ويز لوجيت كبسول ويتش واز اكستراكتد باي انتروتومي. السمول باول مالجنسي نيد ا مالتي ديسيبلينري ابروتش تيم فور ذا دايجنوزيس اند تريتمنت. Do we have a screening test for small bowel neoplasm? طبعا اهم حاجه screening for small bowel cancer in hereditary inheritable cancer syndrome that associated with adenocarcinoma. مهم قوي السكريننج في الفاب الادينوما والادينوكارسينوما في الفاميليا الادينوماس بريفوزس. السيرفيلانس بيبقى اوف ذا ديودنم شوت بي ان هي اكتر حاجه في الديودنم بتبقى بيرفورمد يوزنج الاوسفاجو جاسترو ديدونوسكوبي او سايز فيوينج اوسفاجو جاسترو ديدونوسكوبي اللي هو الاي ار سي بي اكيوريتلي ايفالويتنج الامبولاري اند بيري امبولاري ريجن. الاوسفاجو جاسترو ديدونوسكوبي سايز فيو شوت بي بيرفورمنج عند سن 20 و25 سنه or earlier لو هو عامل اصلا كوليكتومي قبل سن ال 20 وبعدين فولو اب اندوسكوبي شود بي كاريد اكوردنج تو شبيجلمان ستيج. ايه الشبيجلمان ستيج دي كلاسيفيكيشن للديودينال بوليبوزس ان فاميليال ادينوماتس بوليبوزس اند سيرفيلانس. بيبقى في البوليب نمبر لو من 1 ل 4 بيديها 1 بوينت لو من 5 ل 20 2 بوينتس اند سو اون. بيعلق على البوليب نمبر والسايز والهيستولوجي والديسبليشيا وبعد كده بيعمل ستيجنج وبيعمل حاجه اسمها سبيجل الشبيجلمان سكور من 0 ل 12 وبيدي على اساسها الستيجنج 0 1 2 3 4. فور اكزامبل لو في ستيج او يبقى الاندوسكوبي هريبيت افري 4 ييرز. لو في ستيج 1 ريبيت اندوسكوبي افري 2 تو 3 ييرز. لو في ستيج 4 هنعمل سيرجيكال ايفالويشن ولو في الحقيقه البابيلا انفولفد ده بنعمل ساعتها ويبل او كومبليت ميوكوزكتومي اور ديودينكتومي. الادينوكارسينوما في الفاب مينلي بتبقى ديودينم. النون ديودينال سمول باول بوليبس ما فيش اجريمنت بتوين ذا انترناشونال جايد لاينز اون نون ديودينال سمول باول سيرفيلانس. قالوا كونسيدر الادينج سمول باول فيجواليزيشن عن طريق السي تي والام ار انتروجرافي في حالات الديزمويد سبيشالي اف ذا ديودينال بوليبوزس از ات ادفانسد ستيج but the CT or MR enterography should be performed only if there is family history of symptomatic desmoid and 1 to 3 years post colectomy. The ACG guidelines added in the rule of examination of small bowel beyond the reach of upper endoscopy بالCT انتروجرافي والانتروسكوبي أو الفيديو كابسول اندوسكوبي demonstrate severe duodenal bulbosis is uncertain. البوت جيجر سيندروم سيرفيليانس از مانداتوري. ذا بيست نون انفيزيف تول الفيديو كابسول اندوسكوبي او الوايرلس كابسول اندوسكوبي والام ار انتروجرافي ات ذا ايج اوف من 8 ل 10 سنين وبيريبيت افري 3 ييرز اكوردنج تو ذا اي اس جي اي جايد لاينز. وين ذا لارج بوليبس ار ديتكتد انتروسكوبي اند بوليبكتومي از ريكومندد. اللينش سيندروم الماجوريتي اوف سمول باول ادينوما في اللينش لوكيتد في الديودينم فما فيش مشكله الديودينم في ويذين ذا ريتش اوف اسوفاجو جاسترو ديدونوسكوبي. ساعات بتبقى في الديستال ديودينم او في الجوجينم. افري 3 تو 5 ييرز بنعمل سكريننج ستارت عند 30 ل 50 سنه وبيقولوا ان احنا لازم تو تريت الاتش بايلوري وين فاوند ان لينش سيندروم. In other inherited bulbosis syndrome, a lifetime risk of developing small bowel adenoma is low. Therefore, no recommendations can be made. Because of the vagueness and the non-specificity of the presenting symptoms and the high index of suspicion is essential for early diagnosis and treatment of small bowel cancer. So, please use your beautiful mind in screening of the small bowel cancer. لو عيان بيشتكي بابدومينال بين وانيميا وعمل ابر وكولون وما لقاش حاجه لازم نعمل سكريننج للسمول باول كانسر. لو دخلنا بالإليوكولونوسكوب لقينا انتستاينال نودولار لينفويد هايبربليزيا لازم ناخد منها بايوبسي لان دي ممكن تبقى بعد كده سمول باول لينفوما. الادينوما از ا بريكيرسور فور ادينوكارسينوما ان ذا سمول باول. والكونديشن اسوشيتد وذ سمول باول السيليك لازم نفكر في الليمفوما الكرونز
لازم نفكر في السمول باول كانسر الاتش اي في والميتاستاتيك زي ما قلنا. في حاجه اسمها كارسينويد سيندروم ودي بتحصل في 40% من عيانين النيورو اندوكراينال تيومر از ا ريزلت اوف ذا فاز اكتيف سبستنت. فلو عيان جاي لنا بالكلاسيكال تريات بتاع الفلاشنج والدياريه والبرونكوس باز والنيورو سايكاتريك سيمتومز والبلاجرا لازم افكر في كارسينويد سيندروم ولازم افكر في سمول باول تيومر. والكارسينويد هارت سيز بتوع الكارديولوجي بقوا اكسبرت دلوقتي في الموضوع ده. العيان بيجي فايبروتيك كومبليكيشن اوف كارسينويد وفايبروزس وممكن يجي برايت سايدد فيلير وهو اصلا عنده نيورو اندوكراينال تيومر. الليفت سايد هارت فيلير ما بيحصلش عشان الفايف هيدروكسي اندول اسيتيك اسيد بيبقى ان اكتيفيتد في اللنج الا لو حصل معاه سكندريز في اللنج. So use your beautiful mind in screening of small bowel cancer. And thank you.